أدي إسلامي ما جبتوا إلمه ولا شيء نقال لوك عنقلين أبا ما هيستان دولد صوماليا ويوكتهاي نمانك أي كدلتي ويوكيشين مانتا أيا قرقية رسمي أهل قيي الله ونحريستي وزير دوليه وزارة قاديد كي دوليستها ودا مامول كقل مدوغا فرحية عبدي واسوغي أو حالي لغو دلي دقمدا ورطة نبدا قاراهان واحدة هرسيد وحاي إفكا كغتك تاي سقال عرور أهو أوكونو لدلك ديبديسا أفافك هوري إيه هويقي دا أيا لغو دلي سيدا أي إنو شيغن إيه لدي دا مدلا ببيل أه أي كمي دا حايد قولها وزيرا دا مامون كقل مدر وحانا أي كمي دا حايد قرب جوكتا كسو لابطي ودنكا إيغو عانسدي إن أي كشقيان ديبو ديسكا ودنكا يومالجشي كيسا قار كمي دا إيه لدا مرحوم دا أيا كاها لي ديلك اللو جيستي وزير كي قاديد كي يدوليست هوا دا مامون كقل مدر السلام عليكم إلهي بام هذه شكر له إلهي ما هو قناع سنة هاي وحيد عاي وحن ملاينا يا إنه سبينا هذا وحبا وحنا كردين كانوا وحنا وصلنا نسخامي كيرين أنا كفرحية وحياة ولا شيء أدرك يا بيل شيء بعد الله كل هذا يقف أمام عارك تي كعب سنة يس جروب أمام عارك إلهي أنا قن سنة نيت هاي سيدات كحوق الله كله وحي هرن لي هذا نامين سنة مقالن لي دبابة مورديو كم حنقو قناع سنة هاي الله رب العالمين كاه إلهي بقى وحد له وحنا نوليا إلهي بقى ما هذه شكر له وحوي وكلا عن جعل هاي نائر هذا طلعت كمان ملضة شيء كنا يا مد ولد سوماليا وحنا عد سنة يا دتك شعب كود غالي يا حدي أي أما حلو ديبان أما يجو هذا البدا ما يجو هاو كيانه هنا يجو إلهي كعب سنة يا أي دري يلا أي كور خبان ماشي أي الوجود الفرحية مدة فرحية قري جدا يشوك فرحية هو جدا وده هذا السنة دي واحد يركهر فرحية كل غفل بوق جهاي هي كسر جد قل مذك وحي أيات غرب جوك أيات أوك سامالي إنه سنة بتك جيرن وح على الحما يقفل لو هنا يا مانتنا والله ما هنجيري والله يوم كنت دارت واسقال عنو هذا الشيء oo suudan joogta ayadoo joogta gaalaan u cabsaneen waxaan go'aansanayaa dawladda Soomaaliya hadii islaani ma jirto ilmaha walaashayna gaala loo gacan gelin aba ma haystaan dawladda Soomaaliya way ogtahay nimanka ay ka dhalatay way ogyihiin ilmaha abood uu joogaa waliba dawladdu wax ka yahay laakiin ilmaha walaashay waxay yihiin dawladda xibna kamid oo Farxi Cabdi Maxamed way yaqaanaan dawladda waxa waaye allah anaga anaga samirsiyo waqti way lahaydana aaminsanahay وقت جيد إن كل ما تنام السنة هاي إلهي غفور رحيم كان وقولنا حري سنة يا إن شاء الله حضي من سنة هاي إن كل يوضح من كسر عطينا سيدنا هرب وش هاي بحي تجي له مدح توي أما ما يلا مده كل يبين هذا حد واحد درس كذا مويان يعني وحلا جوجل إيه مش هاي مركع أدين كم هات سن إن شاء الله إلهي الدنيا آخرة أبشرت هنا وافجيو والله شأن وش نقول لقوب جوج معنا هاي لكن اللي دليلك عنك حق دارن ودي شيء إنا يسن مارت يقف هذا وحلا أنا يا ربي بطلع قشاي السنة هاي إن أنا نقول عيد معناها إما بس مارت بيجوني كتير إنت سوون بنا نقول هاي نص ساعة كهرة وده اللي ناني أيضا ما جعي جواده أحمد واسو أيضا نبغى فرحية عبد واسو أذكر يا أبي الله شر الله أذكر هرو دست الله يرحم الرحمين إيد مردوي دي متي وحويا إلهي هو ذن حريستو أيضا الله هو ذن حريستو والله وحنا كوضع هذا الناي كلي وحياة هاي أنا جا برنامج شير أو جري أو إله يوقي أنا جا أنا كفرحين أو وحنا ده بايو وحوي وإن شاء الله سوي معنا هنا وأنا كوضع هلا هنا هدو إله يقدره وأنا كلي وضع مقشي سنتي لأنك نفتي كن أنتي نبض إنسان وما لينا يو مركا كلي ده وقت جوا مجلس إدرا فيس مجرتو مركا إلهي باقرنا يا ماشي اللي قلت لي ماشي اللي قلت لي وحوي يعني نيشن كذلك سواي بري ودي جوكتي وحوي نيشن كذا بالكيس الدم بوا هرتي غادن ليرة وضد محيطي جوك محمود حربي كان كوبات كلا بعد واي أو إن شاء الله بري ودي جوكتي مركا مركا ولاش ما هي ولاش بنانك فديس بري بنانك سفديس وانا كان لو تعسين ان ولاشين فرحي وعبد محمد وقعانك حق درن حالي كودشي دقمة دورتنا بدأ فرحية وحي إهيد
muddo gaaban oo laba bilood ay ku magacaabanayd wasiir dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka ee maamul goboleedka galmudug waxa halkan ugu tacsiinaa dhamaan ehelka iyo maamulka ay la shaqeysay iyo bulshadii Soomaaliyeed iyo intii ay la macaamishay waxaan leeyahay samir iimaan Allah in ka siiyo annagana sidoo kale way isaga tacsiinaynaa samir iimaan Allah naga siiyo ayadan Allah u naxariiso waxay qof firfircoon oo runtii bulshada inta taagta daran caawisa oo kaalmeysa waxay qof qurba jooga oo intay dalka ka maqneen runtii tolkeeda iyo heelkeeda iyo dadka ducafada ka warqabta oo caawisa maamul la jecel yahay ay ahayd Allah u naxariiso dhammaan Soomaaliya intii taqaaninay samir iimaan Allah ka siiyo warsame joodax oo ka mid ahaa baarlamaankii 10aad oo ka qayb galay aaska marxuumada ayaa ka tacsiideeyay gerideeda miskiintaan dhimatay dabcan umadu qof walba waa dhimanaya malakumadku waana wada waa wada sugeynaa qofba xilligeeda ay dhimanaya ayadana Allah u naxariisto qaraabadana Allah ka samar siiyo insha Allah qolooyinka wax dilana inuu maalin walba wax la dilaa xal ma waxaan rajaynaynaa in laga tanasulo oo dadka Soomaaliyeedna ma dhamayn kareen laga daayo in maalin walba wax la dilo si ayaguna ay uga aqradooda ay mataqaana wanaagooda uga shaqeeyaan dadka Soomaaliyeedna qofti noolaanayna xilligii Ilaahay ugu talagalo inkastoo isleeyahay xilligii Rabbi ugu talagalay waayo maanta inay dhimato waa ajasheedii Allah u naxariisto annagana Allah naga samar siiyo iyo qaraabada oo dhan intaasaan leeyahay adinkuna waa mahadsantiin Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho